قوي بقى نتكلموا مع بعض. وبعدين انا سؤال برضو بالنسبه لي، يعني هو انا كفريق يهمني ايه من الفرق التانيه؟ اه طبعا النتائج دي حاجه مهمه وكل حاجه، ولكن الفريق المنافس نادي الزمالك اتعادل مع الجونه. نادي الزمالك اتعادل مع الجونه. طيب خلينا بقى نشوف الزمالك هيعمل ايه مع الاسماعيلي، والاسماعيلي هيعمل ايه مع الزمالك. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل في الموضوع ده او في الماتش ده. انتوا عايزيننا نعمل كده يعني؟ عايزيننا نشوف ان الزمالك والاسماعيلي هيعملوا ايه ضد بعض؟ الماتش ده هيعدي ازاي؟ ايه رايكم في الكلام ده؟ سهل قوي ان احنا نقول كده. ماتش الزمالك والاسماعيلي معروف، وانا لعبت ماتش الزمالك والاسماعيلي، ماتش معروف. ها نضغط في الحته دي ونتكلم في الحته دي يا جماعه. يعني اقول لكم ايه، بس موضوع بسيط جدا، ابسط مما تتخيلوا. كل ما نيجي نلف 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 كده ونرجع تاني. طلعوا النادي الاهلي من دماغكم، ده للناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي. طلعوا النادي الاهلي، كل واحد يبص لناديه، ما تبصش لنادي تاني. انا لو جيت اتكلم على الانديه الاخرى عندي كلام كتير جدا. انا ممكن شوفوا البتاعه دي قد ايه، ارجع كده سمير، بصوا البتاعه دي كبيره قد ايه، هتكلم كلام كتير جدا. مباراه الاسماعيلي والزمالك هتكلم عليها كتير قوي. انا شخصيا بقى عندي استعداد اتكلم كلام كتير قوي على هذه المباراه قوي. يعني ممكن اقعد اتكلم من دلوقتي لغايه نهايه الحلقه، وابدا حلقه بكره بالكلام عن مباراه الاسماعيلي والزمالك وماذا يحدث في مباراه الاسماعيلي والزمالك. حاجه غريبه جدا وكلام غريب جدا الواحد بيسمعه اليومين ثلاثه اللي فاتوا على نادي محترم، نادي المقاولين، ده من الانديه الكبيره ومن الانديه المحترمه، زيه زي النادي الاسماعيلي، زي نادي الزمالك، زي الانديه الكبيره دي. لكن الضغط اللي احنا اللي الناس بتضغطه على نادي المقاولين ده، انا ما يفرقش معايا بصراحه، ما يفرقش معايا خالص، لانه ثقتي كبيره جدا جدا في ال 11 لعيب اللي هيلعبوا بكره، ثقتي كبيره جدا جدا في الجهاز الفني اللي موجود بكره، وثقتي كبيره جدا جدا في نادي الاسماعيلي وفي نادي الزمالك. يعني في كله انا ثقتي كبيره جدا. نادي الاهلي بقى يقدر يخلص الموضوع ده كله بمنتهى الهدوء وبالراحة خالص. احنا ولا عايزين نضغط على لعيبة نادي الاهلي، ولا عايزين. احنا بكرة نلعب مباراة بالمستوى الطبيعي اللي بيلعب بيه النادي الاهلي. لو المباراة دي بالمستوى الطبيعي وفيها تحكيم عادل، خدوا بالكم برضو عشان الضغط على التحكيم بان، خدوا بالكم عشان الضغط على التحكيم بان اليومين ثلاثة اللي فاتوا. هو هل المطلوب من اي فريق او من حكم بيحكم مباراه لازم يبقى ايه اللي مطلوب منه؟ اللي مطلوب منه ان هو ينفذ تعليمات الفيفا القديمه. معلش انا ما اعرفش بقى اللي كان بيتفرج علينا في كان 2019 لما كان معايا كابتن سمير عثمان، سالته سؤال، قلت له يا كابتن سمير، هو احنا هنلعب ماتشات الدوري الجديده اللي هي اللي كانت بعد بطوله كاس الامم الافريقيه، هنلعبها بالقانون القديم ولا الجديد؟ ما هو في 6 قوانين او 7 قوانين اتغيرت. فكابتن سمير قال لي لا هنلعب على قديمه. فاحنا كل اللي طالبين منه، اللي مطلوب من الحكام، حتى حكم انا ما اعرفش مين حكم مباراه بكره، لكن مطلوب منه سواء حكم لمباراه الاهلي والمقاولين العرب او الاسماعيلي والزمالك اللي هتقام في نفس التوقيت، العدل. العدل اللي يستحق ان هو يطرد يطرد، سواء من هنا او من هنا. ودائما لو تفتكروا وهنا من خلال ملعب الاهلي عملنا حلقات كتيره جدا على ثقه النادي الاهلي ومجلس ادارته وجهازه الفني ولاعيبته في الحكام المصريين. دايما احنا كده، النادي الاهلي كده بيقف ورا الحاجه المحليه بتاعته. فاللي بيحصل يا جماعه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا ده شيء عجيب جدا، ولكن ماشي. اللي عايز يعمل حاجه ويضغط على نادي المقاولين ما عندناش مشكله، احنا كاهلي ما عندناش اي مشكله خالص، ولكن الموضوع بسيط جدا. مباراه الاسماعيلي والزمالك هيحصل فيها ايه؟ هي الناس ناسيه ان الاسماعيلي هيلاعب الزمالك بكره ولا
هو النادي الاهلي بس اللي هيلعب المقاولين؟ ما هو الاسماعيلي هيلعب مع الزمالك. الله، والاسماعيلي هتشوفه بكره هيعمل ايه مع الزمالك، والزمالك هتشوفه هيعمل ايه بكره مع الاسماعيلي. زي ما النادي الاهلي هتشوفه بكره هيعمل ايه مع المقاولين العرب، والمقاولين العرب هيموت نفسه عشان يكسب النادي الاهلي. فجماعه الفتره او مباراه بكره تحديدا ما عندناش اي شيء في اي حاجه، او ما عندناش اي تفكير في اي حاجه غير حاجه واحده فقط، وهو من فضلكم كلاعبه النادي الاهلي ابذلوا كل المجهود اللي عليكم وموتوا نفسكم في الملعب، وفي الاخر ربنا بقى. ثلاث نتائج، وعمري ما هتنازل عن الكلمه دي وهفضل اقولها لحضراتكم دايما، ثلاث نتائج: المكسب، تعادل، الهزيمه. حد عارف النادي الاهلي هيعمل ايه بكره؟ لا، ولكن التوقع ايه؟ ان النادي الاهلي يكسب المقاولين العرب. التوقع ايه في الاسماعيلي والزمالك؟ ها؟ حد متوقع؟ لا ما تقولوليش يا شباب، لا ما تقولوليش، انا عايز حد من الجمهور مش انتوا. فحد يقول لي برضه نتوقع الماتشين ولا التوقع ان الاهلي يكسب المقاولين. ده توقع بناء على ايه؟ مش بناء على كلام اسلام، لا، بناء على الارقام والاحصائيات. طيب لو جبنا احصائيات الاسماعيلي والزمالك، ها، مين اللي هيكسب؟ هنشوف بكره، بكره الساعه 8 ان شاء الله، احنا موجودين مع حضراتكم بكره من الساعه